السلام عليكم، اسمي مارو. اليوم وهذا فيديو جيم بلاي للعبة كارفيلد كارت فوريوس ريسينج. اجمع احنا في قريتنا نلعب العاب مختلفة. لعبنا ماريو كارت، لعبنا سونيك أول ستار ريسينج، ولعبنا زادا كراش تيم ريسينج القديمة على البلايستيشن. استنى حتى تأتي الأخرى على البيسي حتى ألعبها، ونلعب أيضا غارفيلد كارت فيروس ريسينج. غارفيلد كارت، دونك هذه لعبة عندما نزلت على 3DS، يعني عملوا كارت بشخصيات متاع غارفيلد، اصبحت هذه ميم عند يعني اذا شاهدتم يعني اليوتيوبرز نتاع نينتندو، العاب نينتندو دائما يمزحون بغارفيلد كارت، يقول لك عملوا لي حب شو اسمه، نحب غارفيلد كارت على نينتندو سويتش، حب الاتش دي ريماستر نتاع غارفيلد كارت. دائما يمزحون بهذه اللعبه، لانه شكون حب هذه اللعبه؟ شكون حب اسمع حب شخصيه، حب نلعب شخصيه غارفيلد في لعبه بتاع سباقات. وغارفيلد شخصية أيقونية، يعني كان كوميك في الجرائد، وبعد أصبح يعني عملوا منه كرتون وعملوا بعض أفلام. يعني شكون يعرفش غارفيلد؟ هذا القط الأورانجي عنده، شفته على اليمين، وأنا غطي عليه. وش يغطي عليه؟ تنعملوا باش تعمل بلاي سينجل بلاير، باش نعملوا جراند بري، نعمل 150 على صاحب حاجة. ما باش نعملوا أول واحدة براونز حسي رواه. هذا من الشخصية دونك غارفيلد معروف، نظرته معروف، هذا القط الأورانجي اللي يحب اللازانيا ويكره المونديز. تجم هذا أكو حتى الوحدة متاعه، حتى الديسكريبشن متاعه في اللعبة: lazy loves food hates mondays and normal. normal هو هذا الكلب اللي معاه، مين بتبع زاد يكره الكلب، وكذا اللي لهي بيه جون، هيك حيوانات أخرين. عاش الكاركترز يونيفرس باي غارفيلد. إيه دونك عنده كيما الشريك، يعني الشريك فما زادة متاع جيمي نيوترون، هكا الشخص الدب. يعني اصبح ان نوع غارفيلد توي كتابع في الثقافة متاع الميم زكا. عملوا هذه اللعبة متاع كارت عادية ليست ممتعة بالنسبة لي، يعني بون ذكرتني في ديدي كونغ ريسينج، فقط تمشي وتتزحلق و ايتمز، هكا اساسيات الكارت. مش مثلا ماريو كارت 8 فما جلايدرز، فما ايتمز برشا وتختار برشا حوايج تحسي له. باش نعملو نلعبو بطبيعة غارفيلد، نعمل انتر، باش نعملو اربع ريسز و فقط. باش نطول برشا في الفيديو، نبي نوريك التراك و بعديك نوريك الريسرز. و هوني منعرفش كيفاش تعمل البوست على اللول، أكل الاخرين يعمل في بوست، فماش تيتوريال وكل شيء يسبك وحدك بعدك تطلعها. لو بقى تجري حتى الصوت بتاع السيارة لسه جيدا، اوكي نجم تزحلق كيما تقريبا ديما العاب متاع الكارت فيها البوست، انه اذا تمشي فقط وحدك هكا من غير بوست تصبح ممل. فما ايتمز مثلا هذا الايتم اللي تبع هذا ريد شيل، وبس عم تلغو خلف تجم تعمل امامك والخلف يعني بش اسمه بالزر، اوكي اكس الامام وسيل الوراء، هذا باش يبدل به ما جاتش فيه. وفما هذا اللي يرقد تجم تقول اللايتنينغ في ماريو كارت، عملوا اكس او هذي باش تبع ريد شيل. وفما واحد اخرى مسكين جاتو مرتين، واحد اخر يعمل في ال باش اعمل ايه، ان شاء الله تجي في شكون، ان شاء الله تجي في شكون، جات في شكون. حاولت معها هذي مثلا ايتم يعجبني، يعني انك تحول يعني بقعتك مع شخص اخر. هذه لعبة الكارت بعمل لك كيل بانانا. الاكس تجم تقول جرين شيل، فقط تمشي الامام. وعندي البوست اللازانيا هي البوست، وشنو اخر فتجم تهز زوز ايتمز ليس فقط ايتم. واحد عمل لي واحد تتبع بيع، وكذا السبرينج نجم نحط ورائي كالبانانا او نقفز بي فوق اشياء، فوق اشياء مثلا نقفز فوق هيك سبرينج باش ما تضربش فيه. نعمل هذا هكا عادي، لعبة كارت عادي. ضربوا زوز امامي فيسا جبري، حبش هذا، حب لازانيا فيسا باش نلحق نجي ثاني لو ولا شيء. بما انه ما عندي ما نجم نعمل حتى شيء، البوس ليس حاجة كبيرة، ما فهمش السي بي يو كيفاش يجي الثاني والثالث.
يعني ما نحسش فما سكيل برشا، فقط تمشي ولازم تكون محظوظ. حتى ماريو كارت والاخرين لازم تكون محظوظ، لكن مثلا كراش تيم ريسينغ مقارنة بماريو كارت في ياسر سكيل، انك تقوم بالدوران بال اوه عملت البوست عشت كيفاش، انك تقوم بالدوران يعني هذا البوست تقعد على بعضه تك 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 تسحق كثير من السكيلز. بهذه باش نحط المجاورة ورائي حيت احنا في الصحراء نعرفش هذا من الحلبات، يعني خاطر جارفيلد دايما موجود في منزله ما يسافروش ولا حكاية، لذلك يعني حلبات مثلا كماريو كارت يعملوا حلبة مثلا في بلم يعني في قصر بيتش في يعني في اماكن ملعب ماريو مش باش يجيبوا حاجة جديدة، مش هيبو حاجة جديدة برشا. هسيلو نعمل شو بسرعة ايش بلي جالي لا مش جالي، حبيت نبدل بقاتي معه وكلش مو لكن اول ما نطيرو شويات السيارة بدي مش تهبص بالساسة. اذا حطيت سبرينغ وراي مش تجي في شكون، مش تعمل هذا البوست، نعمل البوست اكا فما حدا ضربني ايجا هوني بدلنا بقاته اح صنج بشي امامي تك خوف كابرت شي. الايتمز دي تقريبا كلهم طعام بايز و يعني الله يهليك شفتي الزهر هناك واحد وراءك عنده ريد شام تجمش تهرب منها باش تجي تضربك. اه بي هيك شارجيت فيها مدريكي دخلت فيها ممكن انا الغلط، لكن ريد شيل وراءك شي ميصير وات بس تبع باش نجي باش نجيو الرابعين مرة هذي باش نجيو الرابعين فينيشت محسوب ربعين في لعبة ماريو غارفيلد كارت محسوب لي يهمني ما نحبش نربح في اللعبة فقط عم جيم بلاي حتى اقول اني لعبت لعبة غارفيلد كارت كان بيمز هذه افضل لعبة كارت في التاريخ يا جماعة. شوك الجرافيكس شوك الجرافيكس واو شوك الجيم بلاي والاغنية فما اغاني شفت التراك فيها اغاني رائعة متفكرها مباشرة عند غنيها نعملو بوست عند برشا لازانيا دونك باش نقعد نطير ياسر باش نجيو الاول اخيرا باش نجي الاول امان نحب نجي الاول لا مش خليني نجي الاول ونطيح فوق فماني ممر على اليمين ممر على اليسار فكوني ناخذ الايتمز وفما بازلز بازل بيزز تاخوهم كولكتبلز طب عم قفزه هكا باش منجيش في الحشيش ناخذ الايتم لازانيا ونجرو وفما زال نجم نظام فوق نعش فيه من فوق لازانيا اخرى بعد عليا لازانيا كنت عملها وراء حد تضربه يعني تكون سريع تضربه ما يمنيش شوف الاول على اليسار تشوفوا الممر يعني اللي الاول بعيد ياسر وات ما نجمش نجي فوق الوحدة اخترقتها ليه اللعبة هذي اه اكل بازل ما خديتهاش اوكي شو كيفاش يدير فما بازل على اليسار ما نحبش نقوى السيارة هذي تدير ياسر يخرج ظهر لي هاكم السفينة الفضائية تجم تقول بلوشا باش تمشي للأول تبع باش يراقبني نمشي هاكا طبعا خلونا نمشيو من المور هذا نشوفو اش فيه آه علاش نشوفو والايتمز متى يتنحاو فما ثمانية ثمانية سباقين شكون شنو الفعل متاع واحد يسوق سباقين متسبقين ايوا فما ثمانية متسبقين ثمانية شخصيات ناحية الكل ما خديناش ال شو اسمها ما خديناش البازل بيس نقعد نجي ها باش نجي السادس ما نفهمش كيفاش جيت السادس يلا ما تنجمش تحرق عليهم ما تنجمش تزيد في السرعة بتاعك ما
هاتي هيك دخلت فيها بالحق. نحسو ميمي شبرا تعدى عليا كلب تعدى تعدى اربح عندي مسالش بيتو نربح هنا فينشت السباق الرابع نكسر تويت اوك 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 جارفيل شفت كيفاش يدور هكا هكا الريب ريب فيس هكا هكا وجه ايقوني متاعو نعملو بوست نعملو بوست صح عليكم صح عليكم انتم اي اي حقا يا جماعة هذه اللعبة فيها اونلاين هذه اللعبة فيها اونلاين تخيل اونلاين تجد فيها قليل من الناس نتوقع ما فماش برشا عباد يلعبوها تلقى السيرفرات فارغة نعمل بطولة اي سبورتس متاع غارفيل يا جماعة تخيل في الاي سبورتس تلقى سوبر سماش تلقى تكن وات وات الكهرباء تطير ما تهبطش بسرعة حتى الاي اي يطيح يموت مش كان انا هوب هيك بشارة مات هذه بوست طويل وتجم تقول هذه ستار تجم تقول ستار هذه حتى هو عامل ستار هيا انتهش الفيديو ما فهمتش علاش قام فيه فهمتش علاش قام عليا نعمل غارفيلد شفتها امامي اللعبة خرجت قلت برا نعمل عليها فيديو كامل بس ناخذ انا جوج ثلاثة لازانياس لا مط مط علاش تطير فماش كهرباء علاش كهرباء تطير لازم تهبط بسرعة الزحف يعملوش جلايدرز اما يحطوا سيارة تطير هكا بمدام عندي لازانيا شمشي من الشق العربي اح مو نجمش نزلت ويك السابعة انا حال بيتك في ياسر دورات حسب انا خاف اطب شنطيرو كيس ساعة لكن باش ندور في ساعة باش ما نموتش بس الخامس والرابع لازانيا باش توصلني الامام حالي درت وش حرجة الثاني يلا الثالث الجيدين اجمع شارجكم الفيديو لايك ومسبسكرايب جينا الرابعين اسمي ماريو في مدى الله